أستاذة هالة، هو أنا كان الفترة دي بمر كده بفترة مش حلوة خالص، و يعني هو يعني هل يتعافى المرء يعني أو الإنسان من غير ما يكون حواليه أهل ولا أصحاب ولا أخوات ولا أي حاجة خالص؟ يعني ربنا موجود وكل حاجة، بس يعني هل هو يقدر يتعافى ويتخطى أي حاجة صعبة مثلا في حياته من غير كل ده؟ طيب ده سؤال. بالإضافة طبعا في ظلم واقع عليه طبعا من الأهل من الإخوات، مفيش ونس مفيش أي حاجة خالص. طيب يعني هيخطي ازاي المرحلة دي؟ حاضر، سؤالك يعني محتاج 10 حلقات يا مريم. عندك حاجة تاني؟ ده مستعين. ده شكرا لحياتك جدا. الله يكرمك يا مريم يا جميلة. هو ممكن الإنسان يتعافى لوحده ويرجع حالته النفسية كويسة حتى لو من غير أهل، أب، أم، إخوات أو أي داعم، بل بالعكس ممكن يكون الأذى من أقرب الأقربين ويبقى واقع عليه ظلم يعني من القرابة درجة أولى، من الأب أو الأم أو الإخوات. ينفع؟ ينفع. إمتى؟ لما أقرر، لما أنا أقرر إن أنا أتعافى، لما انا اخد قرار ان انا مش هستسلم، مش هنكسر. فاكرين التمرين اللي كنت قلت لكم عليه اللي عملناه مع بطل من ابطال يعني العاب القوه والمصارعه، وعملنا معاه التدريب لما تذكر اكتر موقف سعيد في حياته واكتر موقف حزين في حياته، موقف انكسر فيه اتخزل فيه، ويقول انا فاكر الموقف، واساله فاكر؟ يقول فاكر. فاكر كنت لاب؟ فاكر مشاعرك؟ طب ارفع ايدك كده، ارفع ايده كده وقاومني بعز باقوى ما فيك من عضلات. فاكر الموقف؟ يقاوم، وقع، انا كسبته، انا الست العجوزه كسبته. طب افتكر موقف سعيد وانت كنت سعيد وبتنطط من الفرحه وكذا وكذا، وارفع ايدك كده وقاومني بكل قوه. ها ها، قاوم قبل يمكن، ولو جبت معايا 10 ما يدروش. الحزن والخذلان بيكسر الانسان، بيخليه عامل كده مش عايز، ملوش نفس في الحياه، ولا في امل في الحياه، ولا في، مش عايز اكمل، ويحس انه وحيد، وافضفض لمين واذا كان اقرب الاقربين هو اللي اذيني. الامر ده صعب، لكن امتى اقرر وامتى انجح؟ لما اقرر ان انا هتعافى من الامر ده. اتعافى ازاي او ازاي انسى ذكريات اليمه او ازاي انسى مواقف اليمه؟ اعمل احلال وابدال. الله، اعمل لك ذكريات سعيده. ايه الحاجات اللي تسعدك؟ ناس تسعدها على فكره، ناس تسعدها قربها من الله. طيب ما في ربنا وكل حاجه، بس انت عامل ايه مع ربنا؟ اسمعي معايا بالله عليك يا مريم عشان النقطه دي مهمه. حالك ايه؟ ليكي حال مع الله؟ يعني ايه حال؟ ما انا بصلي وبصوم وبقرا قران. متخذه الله عز وجل صاحب وانيس. يعني ايه؟ يعني بحكي له على كل حاجه، يعني بحكي لربنا كل اللي انت هتحكيه للصاحب ولا للاخ ولا للاخت ولا للانتيم، اللي انت هتحكيه لده، ها ايه اللي هيحصل؟ تحكيه لله سبحانه وتعالى. ما بق... بصوا ما بقولش دعاء، ما بق... دعاء يعني ان انا يا رب كذا وافعل لنا كذا، سالك من الخير كل عاجل واجل ما علمت، يا رب اصلح لنا الاحوال، بهدنا واهدي بنا واجعل ده دعاء. المناجاه مناجي ربنا، يا كريم يا واسع يا فرد يا صمد يا سبحان يا رب يا ولي يا كل الاسماء وكلمه كذا وكذا وكذا. اما الحكاوي، الحكاوي دي قعده انس مع الله، انصح بيها كل مهموم وانصح بيها كل محزون وكل عنده كرب. كلم ربنا يا ابني، كلمي ربنا يا مريم، قولي له يا رب انا لوحدي، انا موجوعه قوي يا رب، انا محتاجاك قوي يا رب، انا من غيرك ولا حاجه يا رب، انا محدش حواليا يا رب، يا رب لا اب ولا اخ، ومفيش حد يا رب، انت بس يا رب، يا رب كن معايا، يا رب كن انيس، يا رب طمئن قلبي بك، يا رب اجعلني فعلا ارى لطفك على قلبي وبرد اللطف على قلبي. البرد اللي ربنا بيجيبه على من لطفه على القلب، هو ده اللي احنا عايزينه. ارني اثار رحمتك. اثار رحمه ربنا بس هي اللي مقومه الدنيا على فكره، احنا عايزين اثار الرحمه دي يا رب. وكلميه حصل كذا، احكي له، احكي له بدون دعاء وبدون مناجاه، احكي له اقعدي في المصلى بتاعك وادعي وقولي لربنا حصل لي كذا وعملوا معايا كذا وانا رديت كذا وكانت صعبان عليا نفسي جدا يا رب وحصل كذا، ويا رب انا محتاجه منك، طب يا رب انت كنت شايفني، طب يا رب انت كنت سامعني، طب نجيني، طب انقذني. هو ده، هو ده. اعمله امتى؟ اعمليه كل ساعه،
كان امبارح اهو الجمعه اهوت، واعملي بقى كل ساعه كل ساعه كل ساعه، اعملي 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 ساعه مجابه في يوم الجمعه كله بعد الصلوات. بس ليكي وقت خاص في اليوم لو هتعمليها، يبقى مثلا وقت قيامك وقت فجرك بعد صلاه اعمليها. المهم ما تيأسيش، ينفع تتعافي. واخد باسباب، يعني ناخد باسباب المعافاه، واحنا قلناها قبل كده المفروض ان انا اعمل حاجه اسمها المكاشفه، واعمل حاجه اسمها المشارطه، واعمل حاجه اسمها المصارحه، واعمل حاجه اسمها اخذ بالحلول 1 2 3، ولو دي ما نفعش اخد بدائل، حاجات كتيره جدا جدا. وده الجزء الاداري او الجزء العلمي اللي فيه. لكن قبليها اهيئ قلبي انا بالله فقط. يا بنتي من كان معه الله كان معه الدنيا كلها، صدقيني. واللي بيفقد ربنا بيفقد الدنيا كلها. طب ده اول حاجه. طب ما انا عايزه حد، ابقى اختار مين الصاحب الساحب. والمرء على دين خليل اختار التقيه النقيه الطاهره صاحبه اللسان اللي تحفظ سري، مع انه والله والله لو الامر طلع بين اتنين ما بيبقاش اتنين، خلاص طلع. لكن مين رقم واحد؟ ومش هتحتاجي تحكي لحد، تستصغري نفسك كده، استغفر الله.